سلام عليكم يا جماعة الخير، بروح أحكي سلام عليكم. سلام عليكم. شو بدنا نعمل؟ نعمل رياضة. رياضة، شو أنت لابس؟ تخية. شو مكتوب عليها؟ غلطة الشجرة بتحب الحياة. يا عمري. تمارين اليوم؟ أضرب الشجرة. ممتاز، جاهزين؟ جاهزين. جماعة تنسوش إنه أنا حاطة من الجل الموجود بموقع دكان سودو ستايل، الجل بتدهن على منطقة الخصر ومنطقة البطن، بيساعد على حرق الدهون وحرق سعرات حرارية. بعد ما تحط الجل بتحط الإقشاط بتلفه على بطنك هذا الشكل، بشد عضلات البطن، بيساعد على حرق السعرات الحرارية، بيرفع درجة حرارة الجسم. نتائج بس من الآخر. الإقشاط موجود بموقع دكان سودو ستايل، فوتوا على الموقع، اللينك موجود هون، ووصفوا عني عن طريق الموقع. التمرين الأول راح أبلش بإجر اليمين، بعمل لنج لقدام 15 مرة دغري، بروح على الإجر الشمال بعملهن 3 مرات بعيده. بين كل تمرين وتمرين بتريح دقيقة.